15 16 17 18 19 20 21 أنا كبش جميل أنا كبش ظريف أنا كبش كبير استيقظ يا حبيبي بيكسل، أيها البيكسل، بيكسل استيقظ يا بيكسل. ألو نافع سبيكينج. تكفي يا نافع. أستاذ نافع لو سمحت. شفت حلمي خرع؟ نعم أسمعك يا ابني، تكلم. لحظة خليني أقول لك. خد بالك دنا وقتي ضيع. أنا متني. أنت مين؟ اهدأ يا حبيبي، لا يمكن أن نتفاعل مع بعض وأنت بهالحال. دعم معك. جميل، دكتور عادل، خروف، والله يا سلتوح ما أدري أبشرك أو تفسير الحلم هو أنك بتموت بعد تقريبا 33 ساعة. اجتهد بنفسك والله يرحمك مقدما. وش ذا؟ مسوي فيها تايب؟ ريال يا صابرين؟ وش هالبلد اللي ما عاد الناس تستحي فيها؟ ترى حنا ما شحذنا من فراغ، تفهم انت؟ يا اخوي انا ماني اخوك خواك الجن وجع. خلاص يعني جلسنا وقلنا اعطونا الذلونا؟ وش هالوقاحة اللي فيكم يا اخي؟ علامك جلست؟ ما معي. ما معك ايش؟ ما معي فلوس، والله ما معي غير ريال عطتك. كيف ما معك؟ اقول هنا والله ما يجيك احد. جربت اشارات؟ طيب حاولت بمسجد اشبيليا؟ ما ادري. لا تزعل منها بدخلها، بس انتم يا البشر موتاتكم غريبه، وترى كرام الميت دفنه. ما جبت زبادي، اخر واحد غسل الصحن. هذا النظام وانا اخوك. الو ها نو، وش تبي يا اخي؟ لا ها وين؟ على المزرعه. وين رايح يا اخي؟ انا مرسل يجيب اسطوانات غاز العصر. الله ياخذه، الله لا يوفقه. هو لا يسوي زي كذا. لا يقول بروح للعامل. انا معلي من كنت والعامل. هذه ما هي بشغلتي انا ماني مكلوف فيهم ادفع رواتبهم. خالد فطيم كان عندهم يا رجال، انا معلن منه. هم اللي مسوينها قطه. انا مالي يا اخي، ما تعترفون فينا الا اذا جت على القطيات، غير كذا احنا عيال كلب. يا رجال ما هو بجايك، راقد مقوم اول، طفيت المكيف عنه 5 مرات ما يبي يقوم. ما عليك منه، انا بجي الحين. وباجي عندي واحد هنيه بعد ثاني، ما ادري وش جايب بلا اليوم. يقول بموت، كلكم تبون تموتون. الحق حمار صابر اخوي، ما ادري وش جاوا وانا بلشان تنفيه من اليوم. انا ابوك الموت. ما شاء الله تبارك الله، وش هالحدث التاريخي؟ تحممت؟ أنت ما تدري، أنا بموت. أغسل نفسي قبل يغسلوني. ومن اللي قالك أنك بتموت؟
هذاك فسقان ما في كل العافية يا أخوي. شفت الحلم مفسر هذي نافع. نافع؟ نافع بمتلف؟ صار يفسر أحلام؟ هذا مريض خبل مخ ما فيه. سلتوه هذا فاضي. ألا فيه؟ واحد جديد. فيه أنا أحس فيه موجود هذا هو تقيل في آخر العلبة ناشف. دقيقة. سلتوه. فيه. أبي أجيب لك شامبو أمي رحمة. لا ما بي حق أمي خلاص اتركيني. معي أنت. أعوذ بالله. كيف البطل اليوم؟ وش تبي الله ياخذك؟ يا ابني والله العظيم أنا ما أدري وش أقول لك، لكن يبدو أني كنت مخطئ في تفسيري للحلم وأنا والله العظيم آسف. نعم آسف. قل أمين، جعلك للطاعون، جعلك للطاعون اللي يفرم بط. ألو يا عمنا، صبحك الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشتي أقول لك إنه حلمت بستة ضفادع وباين هشو لحمي نهش. ستة ضفادع ها؟ أي والله ستة ضفادع يا شيخ وخضرة. أيوة اسلم. بس؟ أي والله. أبشر بخير وفير وحياة مديدة. الله يبشرك بالخير يا شيخ. كم عمرك يا ابني؟ أنا عمري